إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء. ضيفنا كالعادة البطل العالمي عزيز الصالحي، البطل العالمي في ريادة الخوارق، البطل لأكيد مشاهدي قناة شوف تيفي كبار وصغار كنا كنتذكروا شنو كان كيدير عزيز الصالحي ودكشي والفرحة والسرور اللي دخلها البيوت المغاربة. علي الصالحي من الرياديين اللي كنا كنستمتعوا كنا بالرياضه اللي كيدير، واللي هي رياضه الخوارق والتحدي. كيبذل واحد المجهود كبير باش يرفع رايه المغرب خفاقه في مختلف المحافل الدوليه. دخل اكيد كما كنعرفوا لائحه غينيس ماشي مره ماشي جوج. علي الصالحي غيور على البلاد ديالو، غيور على الملك ديالو، غيور على الوطن ديالو. اليوم يعني عزيز الصالحي مرارا وتكرارا كينادي وكيوجه دعوة للقضاء المغربي من أجل التدخل في العديد من الأمور المتعلقة بالتفاهة، وكذلك الأمور اللي ما كتشرفش الراية ديال البلاد. عزيز مرحبا بك، أنا قلت شفتك خويا سمير. شكرا على الخطوات ديما شفتي في ديما مع الصالحي، شكرا بزاف لكم وشكرا للمواضيع اللي كتناقش، لموضوعية اللي خصها تناقش، اللي جا الوقت ديالها اللي خصها تناقش. اكيد عزيز ماشي جا الوقت ديالها، عزيز الصالحي ديما كيناقش هذا الموضوع ديال ان القضاء خصو يدخل بقوه في مثل بعض الامور اللي كتسال البلاد، ومنها في القضيه ديال حمزه مومبيبي واللي ورطات الفنانه مغنيه دنيا باطمه، اللي بصراحه لطخت الصوره ديال البلاد ولطخت الصوره ديال عائله باطمه اللي كنعرف. خويا سمير شكرا. هذا الموضوع ديما تنهضر عليه اكثر من 10 سنوات او 8 سنوات بالبدايه ديال شوف تيفي كنت كنهضر انا ديما ضد الحاجه التافهه، لانه المغرب اصبح غالي، والمغرب الحمد لله دول الغربيين ولاو كيحبوا المغرب وكيساندوه. وعاد هاد الناس هادو اللي ما يشرفش نقول الفنان فنانه ولا فنان، الفنان راه كيبدع، راه كيشرف بلده، كيشرف رئيسه، كيشرف ملكه، كيشرف وطنه، كيشرف حتى البيوت ديال العائلات اللي كندخلوا في التلفزيون كنتفرجوا كنسهروا كنبدلوا واحد المجهود بالليل من صور داك الفنان. ماشي مثل هاد اللي ما يشرفنيش نقول لك فنان، هادو العفن، هادو الشوهه، هادو ما عندهمش مبادئ، ما عندهمش لاش يحشموا حتى العائله ديالهم اللي رباتهم وترباو ورباو هاد الحاله اللي كدير هاد الحاله ما يشرفنيش نهضر عليهم كعائله. انا كنعرف ناس الغيوان عمالقه زملاء ديالنا كبرت معاهم، فنانه كبار عطاو المغرب وخارج المغرب، والغيوان سول عليهم برا، سول عليهم الجزائر، سول عليهم ليبيا، سول عليهم بزاف د الحوايج، ولكن للاسف العافيه كتولى الرماد. ماشي مشكل، هاد الناس جا الوقت ديالهم. شكرا للعدل المغربي، شكرا تحيدت ديك الوسيطه وتحيدت العاطفه، واليوم العدل كيدير الخدمه ديالو. شكرا، انا فخور بزاف على العدل اللي كيردنا البراءه ديال المغاربه الاصليين. الناس اللي كيديروا خصهم يتعتقلوا. انا غيور على شي حاجه سميتها الرايه المغربيه، الرايه المغربيه باش تحملها كيخصك تخشى بحال الديانه، بحال كتكون موظف محتفظ على الوضوء على الصلاه على الديانه، كتكون كتعلق الرايه في دارك. عرفتي شنو هي الرايه؟ الرايه المغربيه عظيمه وزوينه باش نعلقوها دوك التافهه ولا حاجه اللي ما تشرفش هز الرايه وتضرك بالرايه وديروا هذا الشيء وتبهدل المغربيات. راه ضربوا لنا مغربيات في هاد الناس هادو، بهدلوا لنا مغربيات. كاين مغربيات شرفاء، كاينه في الفن، راه ديما تنقولها، كاينه في الطيران، كاينه ديما هذا السؤال ديما تنهضر به، كاين اللي كتسوق الطياره، كاين اللي كتسوق الترومواي، كاين اللي في التجنيد، كاين اللي في السلطه، كاين اللي صبحت وكيله الملك، كاين اللي صبحت عامله، كاين اللي وزيره. شكرا لجلاله الملك اللي عطى المراه الحق ديالها وبينت البراءه ديالها. كاين نساء نزهاء كنضربهم، ولكن اللي هاد الناس تمنيت العدل يعطيهم الحق، يعطيهم داك الشيء اللي يستحقوا، حيت الناس تغاو وبزاف، ما بقاوش الناس كيعفطوا في الارض. ما كتشوفش ان انا يعني غلبات عليها، خصوصا يعني انسان هي في البدايه ديال المشوار ديالها الفني بغات تمسح جميع الفنانات من الطريق ديالها. حيت الانسان ملي كيكبر في الجوع ديما هذا هو المشكل ديالو، الانسان ملي كيكبر في الخير ديما هذا هو المشكل، ما كيشعل الضوء كيبانوا له بزاف د لاكولور، كيبقى يشوف راسه، كيشوف راسه في الظلمه. ناس ما عندهمش ضمير اللي فيه هاد بنادم بديتي البدايه، شكون اللي رفع النيفو ديالك؟ هو البيبليك، هو الاعلام المغربي، هو المغاربه، هما الاصول ديالك، هما المسؤولين ديال البلاد. جلاله الملك كبر بك، استقبلك،
واسمك. ايوا هذه راه فيها الكفايه، طرا على هذا الشيء هذا باش تشوف قدام داك السيد مالك امير المؤمنين، تشوف قدامه ويشرفك حصار من كبر بك وهذا وانت تكبري كبري مع الموضوع. راعي قولي انا عندي واحد الشعبيه كبيره في المغرب كي خصني نحترم ونحترم الغنى المغربي، وانا منحن عليا الله وكان عندي فلوس ما غادرش المغرب، غنيه في بلدي وبقى كبيره ومن بعد من هذه المشاكل هذا. ولكن للاسف كتقلبوا على المشاكل كطيحوا فيه. علاش؟ حيت ما دوزتوا الجوع وما شفتوش داكشي اللي كنتو كتعيشوا فيه. الله وليت تعيشوا فيه تحل لكم العين، ولكن الحمد لله جا الوقت ديال المصير ديال العدل يدير الخدمه ديالو. انا كنفرح ماشي هي عداد منهم رجال ونساء، فنانه كيضحوا فنانه، ولكن راه ماشي فنانه، راه عفوا ماشي فنانه، ما يشرفوش يكونوا فنانه. ولكن الحمد لله جا الوقت ديال العدل اللي غيدير الخدمه ديالو. وزيد حاجه اخرى خويا سمير اللي تنهضر عليها اليوم، انا كنتمنى جا الوقت ديال حتى داك راه ولا واحد الحاجه اخرى سمير في تيك توك، ولاو كيغنيو كيغنيو عريان كيديروا بزاف د الحوايج كيدخلوا فلوس كحله وما كيراعوش واحد الحاجه سميتها الراي المغربي. كيبهدلوا بينا ديما، كيشوهونا ديما، كيشدوا المغرب من هاد ولاد اللي ما عندهمش، ولاد الزنقه تريكت البورديل كيشدونا من هاد. اما المغرب نازيه في الرياضه في السياسه في الثقافه في الخير في كل شيء، ولكن خرجوا لنا هاد التريكت اللي ما عندهمش مبادئ، خرجوا بزاف. انا كنتمنى العدل يبدا في كل شيء، انا مزاوك بدا العدل يكمل الخدمه ديالو، انا هذا هو الفرح ديالي. اني رغم ان تبت انها متورطه في الحساب ديال حمزه مبيبي، انها بقات كتطالب بالبراءه ديال واحد الحاجه اللي هي مثبوته بانها عندها شراكه فيها، والعقوبه السجنيه كانت سنه. ولكن اخو سمير انا عندي واحد الملاحظه على العدل، انا احتراماتي للعدل، انا ما كنتاقدش العدل بالعكس، ولكن علاش العدل النهار الاول كان عنده دليل جميع الدوائر اللي كتبت ضدها، علاش بقات حتى هذه الامور عاد 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 عيطوا لها؟ علاش؟ هو السؤال، هذا السؤال مطروح. احتراماتي للعدل، العدل نازي انا ما كنطيعش منه، ولكن علاش جميع الدواري كان عندهم تقريبا عام دابا ولا عام ونص ولا عام ولا عامين، علاش؟ وقال لك خرجات دخلات وخرجات، شنو المشكل؟ انا كنتمنى هاد الناس اللي كيتلاعبوا في العدل حتى هما يجيبوهم، هاد الناس اللي كيتضرقوا وكيديروا راسهم شي حاجه والتليفونات والوسيطه خاصها تحيد. راه حنا اصبح مغرب اخر الحمد لله، عندنا جميع عندنا الحقوق عندنا كل شيء، حتى حاجه ما كانت. ولكن انا كنتمنى ناس اخرين كان خاصهم يتشدوا شحال هذا وما تشدوش، ماشي هي بزاف الناس كنعرفهم انا شخصيا خاصهم يتشدوا، واللي ما خصهمش يتشدوا راه مجدودين، وانا كنتمنى دوك اللي مجدودين يخرجوا ويدخلوا هاد الناس، ماشي هي كاين ناس اخرين اخو سمير. وانا كنتمنى من العدل، انا ما كننتقدكمش بالعكس، شكرا انتم كتعرفوا اكثر منا، وجميع الدواليين راه كتوجد بين يديكم، حنا ما كنعرفوا والو ولكن سمعوا الهضره كيما كتروج كناخذوا من يدكم وكنسمعوا داكشي اللي كتقولوا كنتبعوا الهضره ديالكم. انا كنتمنى الله سبحانه وتعالى يطبق القانون وبصرامه وتضرب قدوه الناس اخرين باش يحترموا هذا البلد، لانه هذا البلد شريفه، راه ماشي هو هذا الجزاء اللي ديري البلاد بهذيك الطريقه. خاصك تشرفي بلدك بالعز بالمبادئ بالاخلاق بالتمغربي ديالك، ماشي بالتديوتات. وليتو اكثر من دوك السيارات اللي كاين كل مره كتنفخوا جن حشومه، ما بغيتوش تهضروا داكشي اللي عطاكم الله سبحانه وتعالى، تغيتوا فرعنتوا بزاف. وانا كنتمنى العدل يكون صارم والحبس يكون الحبس ديال الحباسه، وتحيد ديك الوسيطه وتحيد الزياره باش تطبق على جيفات اخرين. كاين جيفات اخرين خصهم يتشدوا، كاين عاهرات اخرين خصهم يتشدوا، عاهرات ونتحمل المسؤوليه على كلامي، عاهرات. وكاين ولاد الزنقه، كاين رجال ما يشرفش يكونوا رجال، كاين مثليين، راجل هو مثلي وشاد المواقع دابا مسيطره في المغرب، والدوله كتفرج العبد كيتفرج. علاش المثلي خصو يهبط الحبس؟ المغاربه هذا باش تكون مغربي راه ماشي ساهل باش تكون مغربي، وتجي ساهل تلبس. انا خو سمير كنتمنى يبداو في هذا الشيء وتحيد الوسيطه ويطبق القانون ويكون حكم صارم. ما كتشوفش ان هذا الشيء اللي دارت هذه السيده هذه، خصوصا انها يعني كما كنقولوا معروفه الان ولا على الصعيد الوطني، شوه بسمعه البلاد، وهذه البلاد خاصها تسبق عزيز صالح لهذا الشيء. انا اكثر من عامين 10 سنين سامين كنعيط على هذا الشيء، ماشي هي حمضات اخرين، حمضات اللي كيمشيو لبنان اللي كيمشيو لتركيا اللي كيمشيو يديروا بزاف د الحوايج اللي كيمشيو يديروا حتى الحاجه ديال بلا ما نقول لك ظاهره وكذا. وانا اللي بقى فيا الحال انا شفتهم في روسيا شفتهم في مصر، وانا كنتمنى مقبل كاس افريقيا يجي للكوت ديفوار كنتمنى كاين حامضات عندهم قنوات ديالهم كيمشيو يشطحوا يديروا تما في التيران وكيتدرقوا بالرياضه. الرياضه راه نزهه عباد الله، اصفيوا هذا الشيء يا بنادم ما يتدرقش معنا، حنا كمشجعين كنشوفوا لينا كنلقاو بلايصنا عامرين بالناس ديال التافهه،
الله يرحم لكم الوالدين. انا كنت من الناس ديال المطار، كنت من ديال جميع المحطات يتراقب هذا الشيء ولي كونترول. كاين دريه 18 عام كيمشيو، شكون رخص لها خويا هادشي؟ هاد السيده هادي كتشوه الرايه المغربيه. انا شفتهم في مصر، شفتهم في روسيا، شفتهم في قطر. هادشي ما خصوش يكون اخو سامي، خص يطبق القانون على هذا الانسان، هذا يطبق على الجميع. الدوله دير الخدمه ديالها، الله يجازيك بخير. احنا مغاربه كنفتخروا ببلادنا، ما يجيش واحد يطيح مني يجبد لي هاد الحاجات ديال الدائره. كيعايروني بها، كيعايروني بها وكيعايرونا بهاد الرجال المثليين اللي كيدوروا كنعطيهم. انا ديما كنعيب، وكاين الناس اخرين كنتاقدهم، ممثلين كبار ما يشرب يجبد السميه ديالهم، تيهضروا بالدين قال وكنتفرجوا فيه. ومشى لعند واحد المثلي في تركيا وصاوبوا وداروا، كيجي كيبدا علينا كيقول كلام الله. ومشى عند المثليين وعند الشيخات وصوروا وجاو كيدير لنا هذا البساله، هذا دير البساله، هذا الطنز هذا. واخا عزيز كسؤال، يعني قبل ما نعطيك السؤال الاخير، هي هاد الفنانه هذه اللي كتدعي انها ما تقوليش فنانه سميره، ضد الفكره ديال الفنانه. علاش انا ضد تقول لي فنانه؟ هذه فنانه بالنسبه ليك انت، هذه فنانه. علاش كتنافقني يا سمير؟ انت اخويا اسمعني مع بعض السؤالات. عندها انا كنعتبرها فنانه، ولكن دارت شي الفن ماشي فن، عفن لان الفن هما الغيوان، الفن هما الغيوان، الفن هما السهام، هما المشاهد، هما جيل جلاله. الفن هو مصطفى بورغو، المبادئ والاخلاق. الفن هي نعيمه سميح اللي احترمت المبادئ ديال بلادها. الفنان هو عبد الهادي بالخياط، هادو هما الفنانه. وكاين فنانه ديال الاطلس كيبانوا في الجبال وكيصيفطوا لي ميساج، عندهم اصوات واعره، وما كيبانوش يمشيو للغاده الخارج ولا يبيعوا المؤخرات ديالهم. هادو هما الفنانه. واخا شويه الاثم في الموسيقى، ولكن كنحسبوهم كياكلوا بها طرف خبز. الله يهدي ما خلق، حنا ما كنعادوش حتى واحد. ما جبدليش معفونات كلهم. كاين انا كاع اللي كتخرج للمشرق كنحسبها ماشي فنانه، الضائره. وكلامي كتحمل المسؤوليه. ما تقوليش الفنانه تبقى في بلادها وتغني بلادها وترفع راسها برايتها في وسط بلادها. ما تقوليش الامارات قطر، شنو قطر موجود بلادها كما كنقول، وتزوج بلاد. انا جاي لك القضية ديال الشواج، انا جاي لها بلاتي. انا عفا مغربيه واصيله وكتحب المغرب والرايه والملك والوطن بحال عزيز الصالحي. شحال من جنسيه سمير تعرضوا عليا؟ جاوبني سؤالي. من القطريه، من بزاف. وانا ما في حاليش، ولكن الحمد لله كبير في بلدي وملكنا ووطننا. كنبغي بلادي وما كنطيحش، وديما الرايه مهزوزه. والدرابو كبار، راك شتي اكبر درابو اللي كان في روسيا، حطمت به جماهير ديال كولومبيا، ديال المكسيك، ديال البرازيل. وديما كنهضروا على الدرابو، الفن غني في بلادك وبين لبلادك، ولا قزلك شي راه في بلادك كنهزوك بالبال ديالك. شتي حتى كتشوف انا في الخليجين كيضحكوا علينا، شتي القطار، تركيا، الامارات، البحرين، وغادي تغني وتعري زدرك وتعري وجهك بحال الطوب. ما عندكم حتى الوجه ديال البشر اللي عطاكم الله عام سنوان بحال الخميره. اجلس هنا في بلادك وبين لي وغني وخلي المغاربه يتضامنوا معك وبقى كبير. كاع اللي كتخرج للمشرق سواء مجوجه سواء مجوجه كنحسبها الدائره. ما تقوليش لا مسكينه مجوجه، اش تقولي؟ ما القطري كيفاش كيعرف اجل دارهم؟ كيخدم حتى ديوتات في هذا الشيء. تقوليش اختي مجوجه بقطري ولا اماراتي كتغني تم معاونها باش تسجل ودير. هذه راه قله الامن، يا ربي عفوا، الامن موجود. قله التربيه ديال الوالدين. قله التربيه ديال الوالدين، الناس تمشيو للحبس. شتي تخرجي للخليج ما تدخليش المغرب، والله لا دخلتي. عزيز الصالحي كسؤال اخير. دنيا دنيا باطنة طاولات على قناة الشعب، قناة شوف تي في، ووصلت بعض المغالطات وكانت كتطلب يعني ان الناس ديال شوف تي في انهم مورطين في قضايا ديال الفساد. شنو تقول لها عزيز من هذا المنبر؟ شوف انا احتراماتي للمواقع كامل بصفة عامة ديال المغرب كنحترمهم، حيت المواقع كون ما كانوش ما يتعرفش عزيز الصالحي وما تعرفش هي كاع. انا ما كنعرفها، ماشي ما كنعرفهاش ما كنتفرجش فيها، والله الحاجه التافهه ما كنعرفهم، ما كيشرفنيش ديس معاهم ولا نشوف فيهم ونعطي، حيت لاش فيها بحال درت لاجين في واحد اللقطه. المواقع احترامي للمواقع كما كانوا، كيجيو يكبروا بينا ويبينونا ويقربونا للجمهور. شفتي في قناه كتبين اي حاجه حر، ما عجبك شفتي في ما تفرجش فيها وما تطيحش منها، ما عيرتك ما عير عليك احترام. شفتي في قناه ديال الشعب، قناه ديال كل شيء، وصلت مواضيع ولينا كنشوفوا شي حوايج، والله الا وصلنا حتى العدل ولات كتوري واقع العدل. نبت ولا تكون تنقل لنا ماتشات ديال الرجاء الوداد لايف مزيان. خويا سمير، وواحد الشكر انا ساليت بالنسبه لهذه، ما يشرفنيش نهضر عليها اكثر. انا كنتمنى اخرين يتورطوا يطيحوا، هذوك صحاب تيك توك يتحبس لهم، دوك القنوات اللي كيقلبوا على الفلوس ما كيقلبوش على الراي، راه كيشوهها. رجال النساء خصهم يتعتقلوا. والحاجه التافهه، وما نهضروش على المينيستر ديال الوزاره، ما عنديش دليل نهضر عليه ولا عامل ولا وكيل الملك، ما عنديش دليل. خصو يتعتقل واحد ينتقد وزير ما عندوش دليل، خصو يتعتقل. هذا خصو يطبق، انا ما نهضرش على شي واحد ما عنديش دليل. هذا الشيء خصو يطبق اسيدي. والناس اللي كتهضر مع الدير قانون تحرير عباد الله ودوك الكاميرات ديال الزبل اللي كتشد انسان تسول عليه في الشارع، تما خصهم يحبس هادشي اخويا سمير. التافه ياك نتوما ياك العبد كتهضروا على التافه والحاجه الخاويه، حتى هادشي حبسوه.
وخويا سمير شكرا المرة أخرى للمجلس البلدي ديال مدينة سوق العرب جواد غريب رئيس مجلس إقليمي والسيد رئيس مجلس البلدي ديال سوق العرب الغرب اللي كانت مباراة كبيرة اللي كان الجماهير. غادي 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 نهضروا عزيز في الموضوع ديالك أكيد عزيز بعد ما هضرنا في هذا الموضوع هذا ديال دنيا باطمة يعني رفض المحكمة ديال النقد الاستئناف ديالها عزيز صاحي. أنا راه ما شوف أنا راه ما نسكتش على المحاكم والدي وأخوتي وكالة الملك صحابي وهذا الصالحي إذا دار شي حاجة تا هو يتعتقل حتى الحكم المغربي نشد مع المغاربة ما يهمنيش ما نشدش أنا مع أعدائنا. اما بلادي الا دار شي حاجه ربتني ما يهمش انا مجدود وسط المغرب كناكل ماكل المغرب ما يهمش ولكن هاد الناس ما خصهمش يتشدوا مع الناس نوزه خصهم يتشدوا بوحدهم ويعطوهم داك الطواليطات يكرطوهم ويديروا باش يرجعوهم للاصل الاول ديالهم يرجعوا الاصل الاول ديالهم هادو راه دسرو خصهم يتربوا مشاهيه كاين ناس اخرين خصهم يتربوا وانا كنتمنى هادشي يقتي في العدل شكرا للعدل وكنتمنى المحامين اللي دافعوا الحاجه التافهه انا ضدهم ما تقوليش لا انا محامي كندافع راه كندافع على التافهه راك استاذ قريتي وحلفتي وشديت واحد المصحف بين يديك وتدافع على التافه وتقولي لا خدمتي اش من خدمتك تدافع على شي انسان مظلوم فعلى شي واحد نصبوا عليه فعلى شي واحد قاول انت كدافع على واحد الحاجه ديال التافه وتقول انا معلم انا محامي انا احترامات المحامي ولكن المحامي اللي كان يدفع التافه دون مستوى انا كنطيح منكم وكنتمنى ناس اخرين يتعتقلوا كاين ناس اخرين كاين واحده اخرى ما عرفتش ما يشرفنيش بالتسميه ديالها ما عندهاش وجه البشر تاهي راه قالت لك باغا تتزوج ومزوجه وتزيد راجل ثاني وهذا هاد هما الفنانين اللي كندخلهم لديورنا وكنعطيهم فرصه والدوله كتعيط وتكبر بهم شاش كيخرجونا كيخرجونا شي حوايج اللي ما كاينش في الدين ديالنا واش كتشوف اخو سمير هادشي اللي كيوقع في الساحه ولا ما كاينش والمشكل قدوه الناس الجمهور المغربي كيسمع هاد الناس ديال الفنانه حنا كنقولوا فنانه هاد المعفون شاش كيخرجوا الهضره خاويه ها نزيد ثاني نزيد ثالث حتى تكون عندك صوره ديال البشر ما تزيدي الثاني اكيد علي الصالحي انا خويا سمير ما كنتش بلدق حتى واحد انا من ديبار عزيز عليا المغرب انا حاق ونشوف مغربي عريان انا ضد الفكره ديال هادشي بالعكس انا متفتح انا مسلم متفتح بحالي بحال كاع المغاربه كنتفرج في الموسيقى واخا شويه فيها الاثم كنتفرج كنسمع انا عندي ذوق ولكن ما نتفرجش حاجه تافهه وما نشجعهاش وما نعطيهاش اكثر من القيمه ديالها دابا فيديو كنديرو في الواقع كنهضروا على الشباب وعلى الانحراف ما كيتشافش كتجيك تافهه كيشوفها 3 مليون انا كان واحد الميساج للشعب المغربي احتراماتي ماشي قلت لكم شوفوني شوفوا بلايص اخرين ولكن شوفوا شي موضوع انا مزيان شي موضوع زوين حاجه تافهه ولا التيك توك ولا هذا عيروهم وما تبعوهم شو ما ديروهم الجيم ولا غيحشموا راسهم وهادشي اللي خويا سمير وانا من ديبار انا كنفتخر بالمغربيات اللي كيما كيخرجوا بلادهم واللي كيتزوجوا بلادهم وانا ضد ديك المغربيه اللي عندها 16 عام كتجيب السعوديه عنده 80 عام كتبيع المبادئ ديالك على الفلوس كتضيع حياتك لا تيلا امك لا باك لا رباك كتبيعوا المبادئ ديالكم على الفلوس تزوجوا بالمغاربه حدوا راسكم وتواضعوا وقبل الانسان كما كان تزوجوا به اكيد هادي الصالحي بعد ما هضرنا على هذا الموضوع هذا هادي الصالحي مؤخرا يعني قبل اسبوع كان عندك واحد المباراه استعراض في سوق العرب على الغرب يا سمير جميل واحد المباراه سوق العرب على الغرب والله شفنا يعني من خلال البث المباشر على قناه شوف شكرا شفتي في احتراماتي للقناه الثانيه راه سولتك انا شنو كتعني لك شفتي والله اخويا شكرا احتراماتي للقناه الثانيه دوزام الرباط ميديا كاع القنوات الرياضيه كنحترمهم عزاز عليا حتى هما دارنا قلب ديورهم كيدوزوا لي ولكن شفتي فين جات لي هاد الشمام ولا كلشي كيتبع الصالحي كيجيبوا لي سارجلي ولا كيكتبوا لي حتى عزيز الصالحي دير الباندا في اليمن الحمد لله شكرا شفتي في ديما سوق العرب شكرا للمجلس البلدي على السيده الرئيسة المحترمة شكرا لجمعية الاتحاد الرياضي ديال العاب القوى الاتحاد الرياضي الغرباوي ديال العاب القوى عبد الرحيم العسري شكرا لجواد غريب على المجهود الجبار رئيس مجلس اقليمي اللي فرض عزيز الصالحي في السرة والضراء ومساند لي حتى في كوت ديفوار وغادي يكرم غادي يكرم مؤخرا هذوك المشجعين اللي غيشجعوا المغرب غيتكرموا في سوق العرب والمباراة كانت رائعة خويا سمير كان واحد العدد ديال الجماهير بزاف وما كملتش وشكرا للامن حتى هو دار الخدمة ديالو ولكن الجمهور غلب علينا بزاف درت لقطات ديال ثلاثة الموتورات في دقة واحدة جوج سيارات وليت ما كملتش المباراة لأنه الجمهور كان خاف يدوز عليه شي حاجة كاين ثاني سهر معايا بن قاسم وشماخ وسهر معايا صابر ضادي وعاد السلطه المحليه جمعيه المجتمع المدني المدينه الكل المباراه دازت ورجعت في الطاقه ديال يا سمير في القوه الحمد لله حتى المعنويات الحمد لله تشجعتني مدينه سوق العرب على الغرب وكنتمنى العوده لعين السبع المباراه اللي غتكون كبيره ربما جامعه عين السبع هي اللي غدير المباراه باش غيسافر عزيز الصالحي لكوت ديفوار لانه انا خصني نساند الفريق ديالنا وكنتمنى سمير غدا يمكن واقيلا جلسه اخرى غتكون في بلاطو ديال شوف تي في نهضروا على السي الكراكي وسي الرحيمي وبزاف الناس وما يتقلقوش روح رياضي غدا نكملوا الموضوع اخويا سمير اكيد عزيز انت كمشجع يعني تنعرفوك وفي دائما حاضر مع المنتخب الوطني وشكرا مره اخرى ديما ثاني للقجع غنرجع له شكرا للقجع على المجهودات اللي كيدير وما تخشاش في المشاكل القجع عزيز عليا راه هادو هما الناس اللي حنا كنفتخروا والله العظيم كنتمنى ماشي وحده مشات وجات تتعب راسها وصلات راه الناس كيفاش كنتمنى جلال دابا بيني وبينك واش غادي تفكر الانجاز التاريخي ديال المنتخب الوطني المغربي في قطر
هو تذكر واحد الاغنيه لي غير دايزه. اش نقول لك اخو حسين، راه ليه هضرنا، راه شو سبحان الله العظيم، ياك الجزائر ديما تنهضروا، ورغم ذلك شجعونا، رغم ذلك تونس مبكاو معانا. الدوله الوحيده اللي فرحت جوج دول اعداء، الفلسطين وغزه، اسرائيل وغزه، غزه فرحانه واسرائيل فرحانه، والحمد لله هادشي المغرب ديما كتبقى، والرياضه المغربيه شعبيه عندها اكبر شعبيه كتساند. ولكن هاد الناس ما بغاوش يتعلموا من هادشي اخويا سمير، ما بغاوش يتعلموا من هادشي، وما عندهمش ضمير. وانا كنتمنى، راه واحد الكلمه قلتها واحد المره، وكاين شي وحدين ينتقدوني، انا شي وحده اللي مكتشرف المغرب والله تنحيد الجنسيه ديال المغرب، اقسم بالله حيت الجنسيه ديال المغرب غاليه. شي باش تحيدي سروالك وتعري ظهرك وتعري مؤخرتك وتقولي انا مغربي وعيرونا حنا، وحنا المغاربه ما عندناش، المغاربه اصليين راه ما كاينش، المغاربه راه ما كيمشيوش الامارات، ما كيمشيوش قطر، ما كيمشيوش. واختي يا سمير واختي غاتمشي الامارات، هادشي القطر اللي عندها مبادئ عندها والدين، وقطر السعوديه الامارات معروفه علاش كتمشي، معروفه علاش كتمشي. واش دريه عباد الله غدا في المطار عندها 18 عاد غدا الامارات، ما كاينش شي كونترول، ما كاينش شي حاجه، الناس اللي كيصيفطوا الدريات خصهم يمشيوا اخويا سامي الحبس. اكيد اجي الصالحي، واسمحوا لي دخلت في هذا الموضوع شويه، انا غير على بلادي وغير على بنات بلادي، والله انا انتقادي في شي حوايج اللي كيطيحوا بلادي ضدهم، وكنتحمل مسؤوليتي في كلمه، وعاش الملك والله يسر الملك، وكنتمنى جلاله الملك يديرنا بحال قجع اخر، يزيد ثاني باش ديرنا في السياسه يعاون اخ النوش، انا ماشي ضد اخ النوش، انا بعيد على السياسه، ولكن يزيد يقلب، وكنتمناو يجينا وزير الشباب والرياضه اللي يقلب على الابطال، حيت سمير دازو شي 10 الوزاره ما كيعرفوش عزيز الصالح، ما عمر شي وزير عيط لي وقال اسمعي وانا بطل عالمي دخل الكينيز، بزاف الارقام حطهم في بلادي ومازال غنطعم، والحمد لله لما رياضتي صافاش كتمارس كتنافس كره القدم عندها شعبيه كبيره، وتصور شي وزير باش يعيط يقول لك السي الصالحي غنديروا اشهار ديال 2030 في المغرب اللي نديروا اكبر درافو اكبر هذا، علاش الفكره تما كطيح لك كطيح مع شي حاجه خاوي، كان دابا الصالحي الماني كيدير هذه الرياضه جايه المغرب. اكيد اكيد هذه الصالحي ماشي مشكل، الله يسامحنا مازال غادي نهضروا معاك ومازال غادي نتلاقاو معاك يعني في من خلال الاستضافه ديالك عزيز. عزيز اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كما شفتوا هذه الصحيفة، فهو من الناس كما كنقولوا دائما غيورين على الوطن ديالهم، على بلدي على وطني على مالك، وليت دائما كيقول لي يعني فين ما تنبغي نهضر معاه في شي امور رياضيه ومتعلقه بالرياضي ديالو وكذلك بالمنتخب الوطني، الا انه كيذكر لي الناس التافهين، الناس اللي كيسيئوا الوطن، من بينهم هاد الفنانه هادي. خويا سمير هاد الناس كنتمنى ان العدل يدير الخدمه ديالو، انا فرحان ونسمع حكم صارم. فرحان اليوم فرحان بزاف، علاش؟ شوف سمير انا ماشي ضدهم، بالعكس كيبقاو مغاربه وغندعي معاهم الله يعفو عليهم والله يهديهم ويتحسنوا، انا ماشي ضد، ولكن انت مغربي ما تطيحليش بها، رايتي ما تطيحليش بها. واحد الميساج لانوار الفلاحي سوق لي 4 الغرب وجواد غريب اللي دخلوا للدور، واحد القبيله اللي فرحوهم كان طافي عليهم الضوء، فرحوا واحد 3000 ديال الناس ما دخلوا للدور. كنشكر كل شيء يا خويا. خويا انا ما ضد حد، والله يسهل على هاد الناس اللي عاونونا وساعدونا. وسمير شكرا. على قبل الله اكبر كبيره، هاد الدين ديالنا كان مسافر وتحيه. شكرا شباب ديالنا، تحيه. الله يبارك فيك.